记录机。يا عليك يا عليك، شو دماتك خفاف. على فكرة أنا عندي اجتماع والشباب عم ينتظروا، بس يخلص الاجتماع بعود بحكي معك. ايه شلون؟ خلاص خلاص، اعملي معدلك اليوم، رح نسهر مع بعض. ايه باي باي. مع السلامة مع السلامة. الحياة يا حضرات، أنا جمعتكم اليوم مشان نحكي بالأزمة اللي عم تمر فيها شركتنا، وللأسف حتى تاريخه وهي مضي أسبوع ولا واحد منكم قدم لي اقتراح مفيد لحل الأزمة. على فكرة يا دكتور أحمد، أنا قريت الدراسة اللي قدمتها حضرتك حول الموضوع، بس أنا بستغرب يا دكتور عدم المؤاخذة منك، كيف حضرتك بتصنف حالك من أهم الاقتصاديين بالبلد؟ أستاذ فريد، بكل أحوال هي مجرد وجهة نظر، بإمكانكم تاخذوا فيها أو لا. كيف؟ وجهة نظر؟ إلا عفوا منك، كل واحد منكم عم ياخذ راتب أبو أربع أصفار مو مشان يقدم لي وجهات نظر، بده يقدم لي دراسات حقيقية وحلول ناجعة للأزمات اللي عم تمر فيها الشركة. نحن مالنا بقطاع عام. بتحبوا تعرفوا وجهة نظر الدكتور؟ الدكتور أحمد بده يانا نخزن المواد الموجودة بالمستودعات ونحتفظ فيها لحتى يرتفع سعر السوق، يعني نحتكرها. معقول هذا الحكي؟ نحن حاليا بزمن السوق المفتوح نحتكر؟ هذا نظام بالي يا دكتور، امبوسيبل. اليوم عندي اجتماع استثنائي فاروق، رتب لي الكراسة تبع السهرة بالشقة. من عيوني يا استاذ فريد. حاضر أستاذ فريد، وصلنا فاكس من مدير التسويق للشركة المصنعة وبعثنا للترجمة. ممتاز ممتاز يا أستاذ فاروق. الحقيقة يا حضرات، أنا بعثت فاكس للشركة المصنعة وطلبت من الخبراء في هذه الشركة إلى أقولنا حل هالأزمة اللي عم نمر فيها، لعل وعسى بلاقولنا حل. عفوا أستاذ فريد، يعني عدم المؤاخذة، معقول الأجانب يعرفوا بسوقنا المحلية أكثر منا؟ اطمن اطمن يا دكتور ممدوح، ما رح استغني عن خدماتكم، بس بنفس الوقت رح تكونوا جاهزين لتنفذوا الحلول يلي رح يبعثوا لنا يا خبراء التسويق بالشركة المصنعة. استاذ فريد لو سمحت، انا عندي اقتراح. نحن لازم نلجأ للقطاع العام تنصرف الورق اللي عنا بالسوق بسعر الحالي، اما بالنسبة استاذ فريد للورق اللي وصل فبنصرفه بالسعر الجديد. شو رايك بالاقتراح استاذ؟ عفوا منك يا دكتور سامر، الكل بيعرف بالبلد انه كل معامله من معاملات الدوله ما بتستهلك اكثر من 10 اوراق بالمعامله، واذا كتر العدد اكثر من هيك بتصير اللعبه مفضوحه. استاذ فريد بعد اذنك، يعني اسمح لي اقول لك وببعض الكلمات اللي تعلمناها من حضرتك، انه الشيء اللي اثر في انخفاض استهلاك الورق هو تحول طلاب الجامعات والمدارس الى نسخ المحاضرات والمسائل عبر الديسكات واستخدام الكمبيوتر، هذا غير استخدام المراسلات عبر الانترنت والايميل والمسجات وخلافه. طبعا حبيبي فاروق، طبعا الناس عم تتطور، كل شيء عم يتطور بهالكون باستثناء السادة الخبراء يلي عم يشتغلوا عندي بالشركة، بيقدموا لك آراء وأفكار من العصر الحجري. امبوسيبل. استاذ فريد، الفاكس خالص ترجمة. مو طبيعي.
طبيعي وطبيعي يا رجل. معقول هذا اسمه مايك؟ هذا الخبير تبع الشركة المصنعة؟ يا رجل بتوقعوا انه يكون بيشتغل مع هدول جماعة الفاعل قدام باب الجابية؟ لك يا رجل انا اسمه مايك، على هالحالة لازم يسموه ابو نظمي. لك اخي هدول الاجانب عندهم افكار جهنمية من لا شيء، بيعملوا لك كل شيء. لك قسما بالله حرام البرغل فيكن انتو كلكن. تعب هروب تعب. على عافيك يا هلا. في مجال تنسخ لنا اياها 15 نسخة ولا على عيني فكرة معينة؟ خلي دعينا تفضل. اسمعني منيح يا ابو خالد حبيبي، 200 ولد ما بيكفوا. ايه مثل ما عم اقول لك بدي ولاد خير الله. ماشي يا ابو خالد، اسمع بدي ولاد كمان على باقي المحافظات، بتزبط لي الوضع هنيك؟ ايه ماشي، انا بتصل فيك طمني شو بصير معك. ها باي باي يا ابو خالد، مع السلامه. الو سعيد، مرحبا، انا فاروق. لك ايه فاروق، اسمع سعيد، بدي اياك تاخذ شاب قبضاي وقدع، ايه يكون ممثل شوي، معلش تاخده وبتنزل على سوق الحميديه. لك انتم ما رح تبطلوا عط النصب على العالم هاي، ولك استحي على طولك يا بني ادم، لك طول اللاطة، روح اشتغل لها شغلة تنفعك احسن من العلاقة المصدي. يا اخي من شان الله لا تاخذني، بس والله العظيم مجربة، يسر عرضك خلص، يعني اذا تضايقت منها فيك تشقى وترميها، بس انا ما بنصحك ما دخلني لانه مجربة. لقلك القصة قصة اخي ابن امي وابي، بعد ما اراها رماها من شباك السيارة، ما في 5 دقائق عم عمل حادث فظيع. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ولك حاج بل عليك مصدي بقى، العالم مو فاضي لك الهوهات تبعك، ولك روح اشتغل شغله تنفعك. عيب يا اخي، انا اعطيتك نسخه وانت حر، بدك توزعها بدك تشقها تصطفل، انت تتحمل مسؤوليتها. بالله ايه والله، شوفوني على المسخره. ها ها ولي ها ولي، شو بده يصير يا ناس يا عالم؟ انا ما دخلنيها، انا نصحته. شوف يا لطيف، الله اكبر الله اكبر، شوفوا يا ناس شوفوا يا ناس، قولي يا عالم. أخي يستر على عرضك، عطيني إياها خليني ثورة عرضك. طول بالك، لا تقول لك ثورة وبعطيك نسكة تركب عن إيدك. لك أخي شو بك يا مشا من حلاوة بدي نروح على كاتا؟ لك لا تقول لي روح، هلا بتشي لك ازعل. الله لا يوفقك، دمرتني الله لا يوفقك. شوف يا هون انت ويا، ليش متجمعين؟ ليش واقفين؟ بعد لشوف، ضح طريق ضح طريق انت يا. لك شو هاد؟ منشور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا فتاة ابلغ من العمر 15 سنة، عجز الاطباء عن علاجي من الشلل، وقد زارني جدي المتوفي في المنام وسكب الماء على قدمي، فشفيت باذن الله تعالى، واوصاني رحمه الله بكتابة الحادثة وتوزيعها على 15 شخص. وضعت هذه الورقة بيد فتاة عزباء فنسختها 15 مرة، وبعد 15 يوم تزوجت. شو هاد؟ ووضعت هذه الورقة بيد رجل فقير فقام بنسخها وتوزيعها، وبعد 15 يوم أصبح غنيا. شو سحر؟ ووضعت الورقة بيد موظف فلم يهتم ورماها،
وبعد فترة قصيرة دخل السجن. هذا واجب كل من يقرأ هذه الورقة أن ينسخها فوتوكوبي 15 مرة ويوزعها على 15 شخص، وسوف يحقق أمنياته بإذنه تعالى. ومن لم يهتم فسوف تصيبه مصيبة، ولكم السلام والعافية. لك شو هاد؟ منصور خذ هي وصور ليها 15 نسخة فورا. فيني اخذ نسخة الي حضرة رقيق؟ وقت لبست وقت انا اللي باخذ 15 نسخة الي ابقى اخذ نسخة وصورها جنابك. يلا. ايوه تفضل. صباح الخير استاذ فريد. صباح الخير حبيبي فاروق. شو الاخبار يا فاروق؟ جيدة جدا استاذ فريد، وبحب طمنك انه سعر الورق زاد مرة ونص، وصار في عنا طلبيات خير الله استاذ بتغطي نص شحنة الورق اللي بالمينا. ممتاز يا فاروق، ممتاز. معناها بتخبر الشباب فورا يبدو بمعاملة التخليص الجمركي للبضاعة. بس شوف حبيبي فاروق، ما بينزل أي شيء من البضاعة لحتى يصير سعر الضعف. أوكي فاروق؟ تأمر أمر أستاذ فريد. تسمح لي أمشي؟ شكرا. شو هالفاروق هذا؟ مو طبيعي مو طبيعي. برافو فاروق. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير. أهلين وسهلين. خير ان شاء الله. شبك عم تضحك من طلعات الضو يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. عم بقرا الورق اللي اعطاني اياه البواب. وقلنا كمان اعطانا كل واحد نسخه، بس هي ما بتضحي. يا ربي دخيلك. هلا معقوله انت بتصدق هيك خزعبلات؟ هلا بتشوف شو راح اعمل بالورقه. ابو الخل اطلب لنا ابو صافي خليه يجيب لنا قهوه ويجي لعنا شوي. هلا حكيت معه وصيته على 3 قهوه. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اذكر الضيب وهي لطيف. لطيف اهلا ابو صافي. يسلموا الايدين. الله يسلمك يا رب. يسلم هالايدين يا عمي ابو صافي. يسلموا لك. تسلموا انتم كل خير. استاذ خالد امرني. شو رايك ابو صافي بخمسين ليره على الريق؟ يعني المنيحه بدها سؤال يا استاذ خالد. بس مقابل خدمه صغيره. لعيونك. بس انت امور. بدي توصل لي هالورقة للمدير العام هلأ. ليش شو هي؟ طلب إجازة ولا طلب سلفي مستعجلة؟ لا يا أبو صافي، هي برغي بنعش المدير العام. الله يسمع منك يا أستاذ خالد. رح أوصلها برموش عيوني وبلاها الخمسين ورقة. لك الله يخرب بيتك. لك مو حرام عليك تخرب له بيته لهالزلمة نظيف أبو صافي؟ لك مو حرام عليك؟ ليش فكرك المدير العام تهمه هيك شغلات يا أستاذ؟ ولا بتأثر فيه؟ هون الفكرة. رح يرميها بالزبالة وإن شاء الله يكون مضمون الورقة صحيح. بركي بينفلج ومنرتاح من خلقته بهالمؤسسة. روح عنا يا لك. هيك واحد ما بيصير له شيء. العتر على اللي مثلنا نحن بس، مو هيك؟ شراب قهوة شراب. الله يعيننا. كيفكم؟ كيف الشغل؟ إيه شو كيف يا أستاذ؟ أكثر بكتير من ممتاز. عظيم، برافو عليك. وانت؟ أحلى بكتير بكتير من شغل الكومبارس. هيك بتحس حالك عم تمثل لايف بدون كاميرا بدون صراخ مخرج، وكل شي طالع براسك بتساويه من راسك لراس الناس. برافو. بدي اياكم تزيدوا لي العدد شوي. ليش يا أستاذ؟ نحن لحالنا منكفي منوفي. طبعا عم نعمل هاي العملية بأكثر من 5-6 أسواق اليوم وعم تزبط. بعدين بتصير القصة مفضوحة. مشان هيك بدي اياكم تنتشروا بكل المحافظات لانه الوجوه الجديدة بتشتغل. امر. سلم الايدين يا رب. مع السلامة. شكرا يا اساتذة. ربي يسلمك. مع السلامة. تفضل يا استاذ خالد. خير ابو صافي؟ اللي عصب عليك شيء؟ لا يا استاذ، وطلب مني صورها 30 نسخة. حضرته بده 15 نسخة وأنا كمان بدي 15 نسخة، وقال لي خذ نسخة. يا الله لا يوفقك. روح صورها. يلا. شرف استاذ، هي رح تفرج عليه ويصير مدير عام 30 سنة كمان. لي كمان.
اسمحوا لي زفلكن بشرة سارة يا حضرات. صفقة الورق خلصت من السوق وبعتنا طلبية تانية بأقصى سرعة ممكنة. إن شاء الله. ألف مبروك يا أستاذ. شكراً. ألف مبروك يا أستاذ. شفت كيفها؟ هاي انحلت المشكلة. طبعاً انحلت المشكلة، بس أكيد من فضل أفكاركم يا دكتور. وعلى فكرة طلبنا طلبية جديدة تبع المحابر تبع آلات التصوير والنسخ والطباعة، لأنه خلال الفترة المنصرمة ارتفع حق الضعف. الله عليك يا أستاذ. الله عليك. لا أفكار ممتازة. الحمد لله. وأرسلها إلى ستة أشخاص عبر الاس ام اس وسوف تتحقق كل أمانيك. لك يخرب بيتكم، ما في أشطر منكم. لحقتوا تسرقوا الفكرة؟ امبوسيبل.